مرحبا بكم من جديد. ونتابع من أثيوبيا. شهدت عاصمة إقليم تيغراي عرضا لآلاف الأسرى من الجنود الإثيوبيين وهم يمشون وسط حشود تحتفل بطرد القوات الحكومية من المدينة. وفقا لقوات تيغراي فقد سار أكثر من 7000 جندي ما يقارب 75 كيلومترا قبل إيداعهم سجنا كبيرا على الحافة الشمالية للمدينة. وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد رفضته جبهة تحرير تيغراي في حين تستمر المعارك في بعض المناطق. شهدت عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا عرضا لآلاف الجنود الحكوميين الأسرى، بعضهم على ناقلات والبعض الآخر يضع ضمادات ملطخة بالدماء بحسب صحيفة نيويورك تايمز. 7000 أسير اقتادتهم قوات تيغراي إلى سجن شمال المدينة في مشهد اصطفت فيه الحشود محتفلة بانتصار قواتهم وطرد القوات الحكومية من المدينة. ولفتت الصحيفة إلى أن موكب الأسرى كان توبيخا واضحا لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الذي أعلن في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي في العاصمة أديس أبابا أن التقارير عن هزيمة قواته كانت كذبة. الصحيفة أشارت إلى أن الهزيمة السريعة للقوات الإثيوبية أظهرت انعكاسا كبيرا للحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح ما يقرب من 2 مليون شخص في المنطقة وانتشار الجوع وتعرض المدنيين لفظائع وعنف، وضع ينذر بمزيد من المواجهات وبتدهور الأمن، وهو ما تخشاه المنظمات الدولية التي تحث قوات تيغراي على قبول وقف إطلاق النار قبل وقوع مزيد من المدنيين في براثن المجاعة.